دلوقتي هنروح مع حضراتكم لمجموعة من الأخبار الخفيفة اللي حصلت برا مصر. في مقطع فيديو حقيقة ظريف شوية كده انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه أنثى البغبغان اسمها جوتشي، معرفش يعني مين مسميها بتاعت حد تقريبا، بتستعرض موهبتها الاستثنائية في تقليد نغمة تليفون منتشرة كده، وناس كتيرة يمكن بتحط هذه النغمة على تليفوناتها. ده أثار انتباه الناس اللي اتفرجوا على الفيديو، خلاهم ينشروا الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي. ممكن دلوقتي نسمع بقى صوت النغمة. كوكو جوتشي. البغبغانات حكاية مختلفة. أنا كان عندي بغبغان كان عامل قلق في البيت، بيقلد صوت الجرس، بينده علينا كلنا والله. يعني وأنا بعد شوية بقيت ما باخدش بالي هو ده بجد حقيقة جرس ولا هو اللي بيعمل كده، فيعني كان عامل قلق في البيت. ما تتكلمش قدامه في نميمة بقى عشان ده مش هيسكت يعني. بيعملوا مشاكل كتير البغبغانات. طيب نروح مع حضراتكم لفيديو انتشر كده وخد مساحة من الاهتمام. ظاهرة طبيعية اسمها توهج مية الساحل، وده يعني بتتحول للضوء أزرق في مارينا بالولايات المتحدة الأمريكية. وزي ما حضراتكم هتشوفوا معانا دلوقتي على الشاشة، المية بيحصل لها توهج أول ما الشخص بيلمسها أو بيحركها، وده يمكن فسره العلماء وقالوا انه ده بفعل ظاهرة علمية اسمها الضيائية الأحيائية. لسه بنتابع مع حضراتكم الفيديوهات اللي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وبخصوص بقى موجة البرد القارس اللي بنعيشها دلوقتي وبيعيشها أغلب دول العالم. رجل كندي وثق لحظة تجمد الأكل بتاعه بمجرد ما حطه بره البيت وعرضه للهواء. مقطع الفيديو اللي حضراتكم هتشوفوه دلوقتي اتصور في ولاية مانيتوبا الكندية. درجة الحرارة هناك 40 درجة تحت الصفر. الراجل اللي شفتوه في الفيديو ده كان عاوز يعمل التجربة دي لأولاده عشان يثبت لهم مدى برودة الطقس في الخارج، ومن هنا بقى راح جاب طبق وحط فيه شوية شعرية سريعة التحضير وهي سخنة طبعا. بمجرد ما طلعها بره وتعرضت للطقس البارد اتجمدت في ثواني. هم أكيد كانوا عايزين يخرجوا، فهو كان عايز يوريهم مصيرهم هيبقى عامل إزاي. بس احنا بنشتكي طبعا، ان احنا بنقول لما بنعمل كوبايه شاي ما بتاخدش دقيقه وتبرد، فهناك ما بتاخدش دقيقه وتتجمد مش تبرد. صديقه عايشه في روسيا من كام يوم كانت بتبعت لي على مواقع التواصل الاجتماعي، انا شايفاكم بتشتكوا من البرد لازم تيجوا. انت ربنا يكون في عونك انت. احنا خلاص مش هنشتكي من البرد تاني.